مستمعين الاخر لليلة وهلا عايشين على كيفهم. الضيفة اللي رح تنضم لأننا هلأ هي ممثلة لبنانية اشتغلت بالمسرح السينما والتلفزيون مع كبار المخرجين مذكر منهم ريموش بارا، يعقوب الشدراوي، نضال الأشقر، رجاع الساف، لينا أبيض وغيرهم كتار. حيزة على مسار بالمسرح من جامعة الروح القدس ودبلوم دراسات عليا بالتمثيل، وهي كمان استاذة بهالمادة بالجامعة اللبنانية بمعهد الفنون الجميلة. أعمالها وخاصة المسرحية كتار، نذكر منهم ديكتاتور، مقتل إنا وأخواتها، جبران والنبي، بيكنيك على خطوط التماس، الخادمتان، بالنسبة لبكرة شو، صانع الأحلام، مرة لوحدة وغيرهم. سينمائيا نذكر شتى يديني، شربل، إلى اللقاء قريبا، أفتر شيف، طيارة من دون ورق، والأعصار. حيزة على جوائز وتكريمات عديدة، نذكر جائزة أفضل ممثلة بمهرجان مالمو بسويد للأفلام العربية عن فيلم شتى يديني، جائزة ميركس دور بال2010 عن فيلم شربل، وجوائز تكريمية عديدة من مؤسسة لبنان سينما. مؤخرا الأسبوع الماضي جائزة أفضل عرض مسرحي بال2012 لعمل الدكتاتور بالدوعة. خلينا نستقبل الممثلة القديرة جوليا أصار. Bonsoir Julia, ma sœur. Happy Easter. Same to you. Et j'ai hâte. Fadale. في تمييز، لا ما في تمييز، في علاقة كتير حلوة. زميلي زميلي، ايه صحيح. اشتغلتوا سوا بعمل؟ ايه ثلاث بنات، بثلاث بنات واخر مسلسل اذا بتتذكر اللي بعد ما انعرض ما بعرف ليه، اوتيل الافراح، مع انه يعني بجيب الفرحة على القلب. هو على MTV رح نعرض؟ ما بعرف شو عاد صار فيه. اذا مش على MTV نحن ما بنعرف ليه كمان. اكدي فيه سامي. قديش نقتي للمبنى هون؟ كنتوا تصوروا بالسوديات هون كتاب بنات؟ كنا نصور بهيداك المبنى. مزبوط. كان بعده على البيتون. يعني بعد ما في شيء. بتشتاقي كل ما ترجع على المبنى؟ بحب هالمكان أصلاً، بحب الMTV كتير. والام تي في بتحبك. أيه. جوليا أصار مع محمد الحوت نجحت معك، تنشوف. هيك تنشوف. اي لون ما تكون نقى وحده انت هيك والله. لا انا انكسرت اول وحده. بس كله موف لإلي. يا نقي وحده؟ ايه بس غير الموف. غير قليل. اي لون؟ اياها القويه. ما حقلجي. لا لا قويه ولا لا بليز. لا طيب انت غريب شعور. أيوة نبضك. بأسي عزك في الحياة كيف عادة؟ مثل ما شايف. لا اجمالا في حظ، بس لا في جهد اكثر من الحظ. قلت فقسي وقت انفقست البيضه. بتنفقسي عاده وقت تكوني حاطه براسك عمل معين وتطلع النتيجه غير ما كنت متوقعتيها؟ اجمالا ايه، بعدني بنفعل كثير، يعني مع انه الواحد لازم يهدى مع الوقت. بس لا بعد موجود الشيء. جوليا صار لما ممثله مخضرمه بتكرس وقتها كثير على المسرح غير عن التلفزيون وغير عن السينما، هالشي لشو؟ هالشي لأنه عندها شغف للمسرح ولا لتثبت قدراتها أكثر قدام المشاهد؟ لا هي أصلاً المسرح أصلاً فينا ساعة اللي بدنا نقرر نعمل مسرح. يعني آخر أنا بتذكر في مسرحيتين منهم مرة لوحدة مع لينا أبيض، قررنا أنا ولينا نشتغل مع بعض لأول مرة، وحبة أنا النص كتير وترجمته وتحمسنا انوجدت المسرحية. يعني المسرح إجمالاً بيكفي يكون في إرادة شخصين بيمشي الحال. السينما أصعب بكتير. السينما في إنتاج، في مصاري، المخرج يقدر يجيب المصاري يقدر ينفذ الفيلم، يمكن المشروع تبعه بياخد 3-4 سنين. بس ببعد المسرح شوي عن الأضواء. المسرح لا ايه بلبنان خاصة بلبنان. تعطيك مثل، تكرمت مؤخرا على عمل الدكتاتور وعملته اوبن جيت، يعني عملته نهار مفتوح جراتوي. كانوا العالم واصلين لبرا. صحيح. دعوس كان. هل اول شيء بدي اعرف، هل لانه بايام العاده عم بيلاقوه غالي للمسرح العالم بعد ما عنده اجر على المسرح، او هي اكسبسيون لانه كانت ناجحه هاي المسرحيه بالذات؟ لما عرضناها قبل ما نحتفل مع الجمهور اول مره لعبناها 5 اسابيع،
إجا ناس بس مش بكثرة اللي شفتها أنت. هيدا إيه بخلينا نحنا نسأل هل دعاية الجايزة كمان أثرت على الناس إنه صاروا عندهم شو أكتر يرقدوا؟ لأن مثلا خلال هالخمس أسابيع بيقول لك بكرة بحضر بكرة بحضر، بيمروا أول أسبوع بيمروا الثاني. هو مش هالقد غالي التيكت يعني، ما بقدر. لا في 10 دولار وفي أكتر شوي يعني. وصلنا لقد إيه على المسرح بيوصل التيكت؟ ما بفتكر أكتر من 30,000 35,000. بس نحن بعتقد شعب ما كتير بحب المسرح يعني، منه شعب بس بالليلة المجانية مثل ما قال كل الشعب مجاني حظ اللي رديناه اكثر قال لك نتصرف اي محطه. جيلي اثار شو بيبسطك اكثر اليوم؟ ريتينج عالي لمسلسل على التلفزيون من بطولتك ولا زقفة جمهور يوميا على خشبة المسرح؟ الاثنين حلوين. هاي زقفة منا نحن كفينا تيصيروا ثلاثة. لا صراحة رح خبرك شغلي الغريب انه قد ما انا ما وقفت شغل يعني دايما يا في مشروع مسرحية يا في برنامج بدي اقدمه يا في مشروع سينما، يعني دايما ما بوقف شغل لاني ما بطل كتير على التيفي. بلتقى بالناس بيقولوا لي ليه ما عم شوفك على التيفي، ليش ليه ما عم تشتغل؟ صح. وانا ما موقفه شغل بقى الشاشه الصغيره الاكسبوجر اللي بتاخديها من التي في على الاضواء مش بعدي بنطر بنطر الدور اللي بستمتع فيه يعني. ماديا ومهنيا وين اربح، التي في ولا المسرح؟ مسلسل او مسرحيه نيليتهم ما فيهم ربح. برافو. بس يا عمي في شيء غريب هالمسرح بدي احكي شغله. انت هون رح احكي شغله لانه مش ماشيين مزبوط مثل ما لازم بالانتاج. رح ارجع اقول لك ليه بحب الام تي في. بحب الام تي في لانه بقينا 3 اشهر على الهواء بثلاث بنات. فيني اقول لك اشرف واجمل معامله لفريق التمثيل كانت هون موجوده. انا قلت وقتها وعم خبرك ب 98 يعني مش تاريخ كثير، قلت اخ اذا هيدي الانتاج التلفزيوني صار بهالجديه، الممثل منه مسؤول حتى يقعد يركض على البوتيكات يجيب تياب، بيجي في فريق خاص للتياب يعني في بصيص نور، بس مسؤول عن سكريبت تبعه وبيجي على التصوير. قلت اذا هاي معامله الممثل واجور واحترام اجور الممثل، ما في مثل ما بيقولوا متاجره مثل اللي عم ببيع سحاره بطاطا يعني. نو كان في عقد يعني محترم للجهتين. قلت عال مستقبلنا التلفزيوني بياخد العقل. جولا اذا هلا انت طب انطلب منك تعملي خطه تضبط الوضع التلفزيوني السينمائي والمسرحي بلبنان، شو بتعملي؟ من وين بتبلشي؟ اول شيء بصير معي سكته قلبيه. هيدي خطه شو بدك تضبطي تضبطي؟ نو المسرح بعده بألف خير انا بالنسبه لي، لان طالما في شخص حابب المسرح بده يعمل مسرح عم بضل في ابداعات كثير حلوه. بركي بتسقف العالم شوي زياده، بتسقف العالم خير بوجودك يا ست جوليا. لا عن جد في كثير ممثلين ومبدعين ومخرجين، يعني الحمد لله انا بقول بعدنا بألف خير. بالسينما كذلك الامر، لان في عذاب الواحد يجي يعمل. الصعوبه بفتكر بدنا نتوجه للتلفزيونات اكثر، يحطوا الناس يعني انا لو انطلب مني بحط الشخص المناسب بالمكان المناسب، بفتكر كل شيء بيتصلح. زينة جوليا وقت تكريمكم بمسرحية الدكتاتور قالت زميلتك رندا الأسمر أنا كتير مبسوطة لأنه ما في حدا من السياسيين موجودين هون، وكتير مبسوطة حتى لأنه وزير الثقافة ما إجا بزيته يعطيكم الجايزة. ليه عطول فيها الطلاق بتحسي بين السلطة السياسية والممثلين أو المسرح أو الأشخاص اللي بيهمون الفن؟ ليه عطول فيها الغضب بيناتهم؟ وما شفت عايدة شو كتبت أفين لأنه تنينتهم بمثله يعني، بس انه ما له شيء. ايوه معنا الثانيتهم بيمثلوا. طالع صيت على الممثل انه هو بيمثل بالحياه، هيدا شيء كثير غلط. مزبوط الممثل بيصير ممثل لانه ما بيعرف يمثل بالحياه يعني، لانه صادق بالحياه. لانه صادق بالحياه نعم. بكل صدق شو بتجاوب؟ بكل صدق يعني لا في سلطات رح اعطيك العكس تمام. محل ما كنا مثلا
مش قصة طلاق، في قصة لازم يكون في اهتمام أكتر إذا بدك. يعني نقصنا مسرح وطني، هيدي مين بيقوم وبيشجع بهالشي؟ هو مكان لكل الناس تقدر تروح مجانا، تقدر تحضر، لأن مثل ما حكينا التكاليف كتير كتير قوية. هيدي الدولة بتقدر تعملها، وزارة الثقافة بتقدر تعملها، دعم الفنان بأي شغلة مفروض يكونوا موجودين. يمكن شو بيقولوا العتاب قد المحبة، يمكن لأنه طالبين منا وجود أكتر لدعم الفنان، للإلقاء الضوء على الفنان، للوجود إلى جانب الفنان. بفتكر ببطل فيها الحساسية. كلهم بيقولوا اللي عم بتقوليه، والتكلفة المالية حسب ما سمعت مش باهظة. طب ليه ما عم تنعمل؟ ايه طب ليه ما في يعني؟ رح اعطيك اكزامبل كثير حلو. مثلا ما بناخذ الاشياء بس السلبيه، رح اعطيكم الاشياء الايجابيه. في اليونسكو مطرح بياخذ العقل، هيدا بيستقبل كل اللبنانيين، ومش ضروري الواحد يكون معه مصاري بجيبته. اللي بده يتمرن من فرقه موسيقيه، من فرقه راقصه، من فرقه مسرحيه، من شخص بده يعمل محاضره، بتلاقوا هالمكان مفتوح. ما عم بعمل لهم دعايه بس لانه تقول لهم شكرا على هالمكان، هيدا مفتوح لكل الناس. طيب عال اذا بينوجد بعد هيك اماكن اكثر، مثلا يحسبوا هالجيل الجديد اللي موجود حوالينا هلا، حابين انه يعملوا شيء طب غير اطار مدرستهم، ما لازم يكون في اماكن عامه تحضنون حتى نطور المسرح. وهذا اللي بخلينا نحب المسرح، وهذا اللي بخلي ساعتها بتصير تلاقي عندك فيل على المسرح وعندك ناس عم، لانه هذا بخليك تنمى بثقافتك وتحب المسرح. ليش رامي؟ انا بالنسبه لي حقيقيه كثير جوليا بتمثيلها، ومنستفيد كثير لهالنوع من العالم، وان شاء الله نرجع نشوفها. باتريسيا جوليا، انت بالنسبه لي من اجمل الممثلات بلبنان، واكثرهم سنسواليتي وفيمينيتي ونوسه وسنسواليتي، ما بعرف بالعربي احساس. وانا بحسك انه انت ما عندك عمر، يعني انت وصغيره كان عندك كثير ماتوريتي كبيره، وهلا انت كثير ولد وما تشوف جوليا وقت بتحضر ريبيتيشنات او تحضر مسرح. انا وقفت، كنا عم نعمل مره ريبيتيشن مع عايده صبره، وقفت حتى انا عم بحضرك كيف عم تحضري. راشد بحسلي، بالمختصر ما دام في جوليا صار التمثيل بألف خير. زينة، بعرف انه في سؤال ابدا ما بتحبيه وبتكرهيه، هو بيسالوك يا صحفي ليه ما تجوزتي؟ ايه؟ وانت بتقولي له ليه ما بتسالوا المتجوز ليه تجوز؟ لا جد انه ليه ما بيسالون؟ ايه شو الورطه اللي وقعوا فيها؟ هل صراحه عندك وهالتفكير اللي هيك منه نمطي ما بيشبه كل المجتمع، انا كثير بحبوا فيك وهذا اللي بحبوا فيك كممثله كمان. جورج حرب، انا من الاخر كثير بحب جوليا شكلا وتمثيلا، ولو مش عم نشوفك كثير بتضلي نجمة الشاشات. جوليا أنا يلي بتذكروا عنك بس أحضر، بحب جنونك هيك، مجنونة، شخص مجنون كل حياتي. جوليا صار السؤال الأخير، ليه ما تزوجت؟ ليك بدي بلش فكر فيها، بس بدي له إياها هو كمان. لا رح بلش فكر فيها بس ما بقى يسألوني هسه. لا لا لا، انبسطنا كثير بوجودك. من أنا وصغير كنت أحضر دائما على التلفزيون، كنت شوفك دائما الفام فاتال على التلفي، فعلا أنت ممثلة رائعة جميلة جدا، وضحكتك دائما بتضل مرافقتك، مش هيك؟ أنا بدي أقول لك إن شاء الله تضلك هيك دائما متفائلة، وبتبعت البوزيتيف فايبس وين ما بتكوني موجوده، وبتخيل هيدا اهم شيء تكوني عم تعمليه على المسرح، لانه في تواصل دايم مع المشاهد اللي بيكون موجود حدك. مش هيك؟ بدي اقول لك برافو لكل شيء بتعمليه، و2 ثامز اب اذا في اعطيك 10 كنت اعطيتك 10. شكرا لكم كمان. اكيد شكرا. ميرسي جوليا، انبسطنا كثير بوجودك معنا، وهابي اسر عن جد. ثانك يو.